خلي لي اياك. شكرا. بعتقد نادين عندها وصلت فجأة على استوديو، فاجأتنا عندها شيء بدك تقوليه أول شيء. تفضلي. بونسوار بونسوار للكل. أول شيء حبيت أجي اليوم لأقول كلمة لأنه بدي أقوله عزيز كثير على قلبي. أنا بنت المؤسسة العسكرية، أنا بي ضابط بالجيش، أنا وعيت على بي على حبه للوطن، هو اللي علمني عليه. أنا وعيت على بي يلي من رقبته ونزول رصاص، وعيت على الخوف ببيتنا من المخابرات السورية، من العذاب اللي تحملته أمي. وبعدين كفيت مسيرتي كمسعفة بالصليب الأحمر اللبناني وشفت العذاب يلي بتعرضوا له الناس، وعرفت إنه فعلاً هيدا البلد مكسور وبده مين يعليه. أنا جيت لهون لأرفع صوتي وأقول إنه هيدي الثورة هي الثورة يلي بترد الحقوق لكل إنسان، ويلي بيآمن بمبادئ التيار الوطني الحر. أنت تيار وطني حر؟ أنا مناصرة للتيار الوطني الحر. أوكي. اللي بيآمن بمبادئ التيار الوطني الحر، اللي بيآمن بكلمة الجنرال يلي بعدها هلأ ما كان صار لها خمس دقايق عم تنقال، هي كلمة بتوحد، هي كلمة لازم أنت بس تنطقها تحكي معهم بكل احترام بكل محبة. ما فيك تبلش كلمتك إنه نحنا هول الناس هن إخواتنا وأحبائنا، بس كمان في منهم عم بيحششوا أو عم بيبوسوا أو شو عم يعملوا. هو كير شو فرقاني معك؟ ما هيدول عم يحمكوا كلمة حق، كلمة حق، كلمة حق. شربل أنا شفتك أنت وقت أنت كنت بالمظاهرة تحت، وشفتك بجل الديب، وشفتك كيف جربت تقرب وجهات النظر، وشفتك يا توني أنت كل مرة كنت عم تجرب بتدافع عن الحق، وشفت كل سائر على الطريق عم يجرب يطلب بنفس المطالب يلي هي مطالب تيار الوطني الحر. أنا عم برجع ابني بلد جديد، برجع ببني بلد جديد بكلمة بتفرق أو كلمة بتوحد. هيدي مش مبادئ التيار الوطني الحر، مبادئ التيار الوطني الحر يلي وقف بوجه الاحتلال السوري، يلي أهله ضربوا، يلي في ناس بقلب نفس العيلة ناس عطوا عمرهم للتيار الوطني الحر، مش ليصير فيها اللي عم بيصير فيه هلأ بهالطريقة أبداً. كلمتك لازم تكون دايماً عالية. لحظة يا أستاذ توني، توني عم بتكفي فكرتها. أستاذ توني، توني مناصر يا توني، ما أنبيكو مش معك. لا أبداً، بالعكس هي عطيتك حق. يا خي ليش اجت نادين؟ انا جيت كرمالك. اجت نادين كرمالك تتصوب النقاش. جيت كرمالك يا استاذ، انا جيت كرمال اقول شغله. ما عم طول عليكم الحديث ولا رح اخذ من وقتكم بقى اكثر. بلد ما بيبني بهذا الحكي، البلد بنبنى بس نقول انا برفع راسي فيك، تعا انا وياك نعرف كيف بدي اتفاهم سوا، انا والقوات والاشتراكي والكتائب وكلهم سوا مع الثوار، لانه كلنا سوا كلنا. وبس، وهيدي هي مبادئ الجنرال ميشيل عون، وهيدي هي مبادئ الرئيس اللي بيحكي كلمته هيك واللي خطابه كان هيك. ما بينقال ما بينقال هيك كلمه من بعده. مع كل محبتي لك واحترامي. شكرا شكرا نديم. يعني انا بعتقد كلمه وشهاده من نادين ويلسون جيم. انا بعرف ويلسون جيم لك مين عطيك حكي وصل لك. بدي اشكر عن جد فعلا، يعني كانت بالبيت نادين استفز يمكن بعض الكلام اللي مثل ما قالت انه ما بيوحد وما بيجمع، اجت تقول هالكلام اللي بيوحد وبيجمع. راح اعطيك تفضل 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 شربل، خليك رجع محلك، بدك تبقى هون حدا. لا لا بدي، لانه نادين وصلت وهي اختي بالتيار الوطني الحر، لانه نحن اخوه. ليش قاعد بوزع ادوار؟ لا وعلام نحن، لانه نحن كثير مسالمين، حضره النواب موجودين معنا وما حدا منهم اجا قال كلمة حقيقة. مع احترامنا ما منصدقكم. هودي وردتين، وردة حمراء وردة بيضاء، هاي الرصاصة اللي نزلتوا حضرتكم النواب لتقولوا تشريعية، ولحنا مش مطالبين بالتشريعية، لحنا بس كنا عم نتقوص. يا ريت أنا متت أستاذ مارسيل، عن جد كنت صرت بطل، بس الثورة ما بتموت. هاي أولا. ثانيا عم تنزلوا لحظة لحظة، شو جايب أنت هون؟ هيدا تروف الرصاصة اللي تقوست، ولا نايب منهم استرجع ويتجرأ يقول عن الشعب اللبناني. حاكم هالنايب اللي قوص على الشعب اللبناني واتهموا خي توني انه عم يكسر، هو الرصاصات اللي تقوصوا علينا. وهيدا لصار الوقت، لانه صار الوقت تحكي الحقيقة. يعني جايب رصاصات توني معه شربل اللي تقوصوا فيه. عورتين للتسامح، لانه الثورة علمتنا نسامح. ونادين كانت بجلديب وبتعرف كل خطاباتنا، لحنا بندعيهم. هلا ما صار في شوي بسامحه وبسامحني، لانه نحن ما نبني وطن. خليه يكمل فكرتي، ما تقطعنا يا استاذ مرسي. امرك. بس هول وردات، هول وردات لمين؟ للي قوص علينا
من راح نهديهم لانه ما عندهم الجرأه هن، لانه ما بيصدقهم بقى نوابنا في سنين ما بيصدقهم ولا نايب كلهم، يعني كلهم هن لو عندهم الجرأه يطلعوا بدل ما يزوا يعملوا تشريعيه ما بعرف شو، يطلعوا عند الرئيس هن اكبر كتله يقولوا له بدنا استشارات، الشعب له 34 يوم بالارض قاعدين لشو؟ بدنا حكومه يا خيي، يطلعوا يقولوا له بدنا استشارات، شو عم نمثل عليهم؟ بطلت تصير بدنا نيابي كمان، عم تتهموا طيار المستقبل؟ استقيلوا، بتحداكم استقيلوا وانزلوا معنا على الشارع، لانه عن جد صار بدنا نيابي، لانه بطل الشعب اللبناني عنده يعني تعليمه. بدك تيار المستقبل يستقيلوا؟ كلهم يستقيلوا، النواب يستقيلوا، الانتخابات الجديده، نحن شو مشروعنا بالثوره؟ حكومه مستقلين؟ طيب ونيابي؟ بس عن جد خلص طيب عن جد. التيار الوطني الحر ما كان عنيف معكم؟ انا ماني عنيف معه، بس انا عن جد لانه ايه؟ انا بعتذر منك وانا بدي اقول له انا يمكن قمت عليك، انا عن جد عندي الجرأه اقول بعتذر، بس انت يمكن ما عندك الجرأه لانك ماشي ورا زعيم، بس انا عندي الجرأه اقول بعتذر. وانا لاخواتي تيار وطني الحر وللكتائب وللقوات ولكلهم، نادين بتعرف كل خطاباتنا بجل الديب، وما عم نعمل لجل الديب، جل الديب منا الثوره، الثوره هي لبنان، الثوره هن خايفين منا، بتعرف ليه استاذ مرسال؟ لانه جمعت بين طرابلس، هن النواب كلهم أوكي. جمعت بين طرابلس والدنيه، جمعت اهل الهرمل، ما فرقتنا يعني انتم بتمشوا بلبنان دايره وحده؟ لكن بنمشي لنفهم السياسه يعملوا في الدنيا، بدنا هن فقرونا، بطل في دولار بلبنان بيقولوا عن الثوره، للحنا الثوره هدينا الدولار، بتعرفوا ليه؟ البنوك سكنت شهر، بس هي البنوك كانت بتنكسر قبل، ما تضحكوا بقى على الشعب اللبناني. طيب شكرا. نحن عن جد عن جد عن جد بقاش عندنا ثقه بولا نايب، كلكم يعني كلكم، والثوره بدها تكمل. اوكي شكرا شربل. مش بدها تقول لك شيء قرب، بس بقاش تحكي وراها. مش لألو، بدي اقول شيء لكل امراه بالثوره، انا بدي برفع راسي بكل امرأة لبنانية، بكل امرأة بتطلع على المنصة تبعك وعندها الشجاعة، ما في شيء أهم بالحياة علمني إياه بي من الشجاعة، إذا ما عندك شجاعة ما عندك شيء، وأكثر من فرجة الشجاعة بهالثورة هي الامرأة اللبنانية، أنا بحييها بالله بترفع لي راسي، وإن شاء الله نحن نربي بناتنا الصغار ورجالنا إنه يحترموا المرأة ويشجعوها ويدعموها مثل ما فرجت هيدي الثورة، هذا اللي عندي. شكرا لك نادين ويلسون جيم، أهلا وسهلا فيكي، حضورك شرف استوديو، صار الوقت. هيدا شكرا